بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لبعض من جديد ومعلش اتأخرت عليكم كتير. عشان كده فكرت ان انا لازم ارجع بحاجة جديدة، حاجة تكون قوية زي ما بيقولوا. مش هطول عليكم، بس خلاصة اللي انا هعمله دلوقتي مكرونة مقلية. ازاي ده؟ تابعوا معايا وانتوا هتعرفوا ازاي. اول حاجة مية مغلية، ونص كوباية مكرونة اصغر حجم عندك، وهخليها تاخد وقتها حوالي 10 دقايق. الوقت ده هعمل بشاميل، معلقة زبدة على معلقتين دقيق، وأحط عليهم كوباية لبن وملح وفلفل أسمر بس. أنا البشاميل اللي هعمله تقيل، عشان كده أنا كترت الدقيق. المفروض إن انتي بتحطي معلقة واحدة دقيق، بس انا مكترة معلقتين عشان حابة ان انا اخليه تقيل. انا هعمل كمية صغيرة. كل الحاجات اللي انا هستخدمها في الموضوع ده بقسماط وشرايح طماطم وفلفل. اللي بيحب الزيتون يحطه، انا عن نفسي ولا انا ولا جوزي بنحبه فمش بحطه. جبنة، وعلى فكرة ممكن تزودي اي نوع جبنة انتي حباه، وكوباية لبن، وبيضاية، ووعاء انا حاطه فيه حبه فلفل اسمر وحبه ملح، اني احط فيهم بضايه بنقطه لبن وهحطهم فيه لما هعملها بقى اشكال. بس مجرد كده ما بدأ يسخن اروح احط عليه كوبايه اللبن. على فكرة الموضوع ما بياخدش وقت، بس الحاجة بعد ما تتحط على بعض لازم تريح، يعني لولا التريح بتاعها هي ما بتاخدش 10 دقايق معانا. بس انا بسيبها نص ساعة تريح بعد ما بحط المكونات على بعض. البشاميل اهو انا بخليه يتقل معايا وهسيبه بقى ايه يبرد. الموضوع على فكره ما خدش مني 3 دقايق، اهو تقل. هسيبه يبرد والمكرونه تاخد بس 10 دقايق هتكون استوت، وارجع لكم تاني. المكرونة بعد ما استوت ال10 دقايق عنده بالظبط، رحت مصفياها، والبشاميل طبعا كده هدى وبرد. احط بقى الطماطم والفلفل، والجبنه الموتزاريلا. على فكره لو حابين تزودوا اي نوع جبنه براحتكم. وكده احطها في التلاجة حوالي 10 دقايق، او كل ما اسيبها اكتر يبقى احسن، تلت ساعة نص ساعة، ونرجع لبعض. حطيتها في التلاجة حوالي ربع ساعة. الاول قبل ما احطها عشان اكون امينة معاكم دقت ملحها، حسيت انها محتاجة شوية ملح فزودتها. طبعا الحاجات دي حسب الرغبة يعني. دلوقتي بس هحط معلقة زبدة صغيرة،
والوقت ده انا بدأت احضر نفسي ان انا حاجة تكون غويطة احط لها زيت، زيت غسيل عشان خاطر شوية كده، وهسيبه يسخن. والفترة اللي هو هيسخن فيها حوالي ربع ساعة هكون انا عملتها قرص وسبتها هي كمان تريح 10 دقايق. هاخد حتة كده واحاول اعملها بيضاوي، اهي تكون بنفس السمك كلها، واحطها. انا حطيت البيض عليه حبة لبن صغيرين وفلفل اسمر وملح وضربتهم مع بعض، احطها فيهم على البقسماط. نضمها كده على بعضيها كبساها ببعض واخدة الشكل البيضاوي، واسيبها تريح واخلصهم وارجع لكم تاني. كده بعد ما عملتها كلها عملتها زي قرص الفلافل كده، ودي الكمية كلها. كده انا ولعت على الزيت وسبته يسخن، اسيبه يسخن خالص، وبعد كده اوطي عليه. بعد ما يسخن يكون درجة حرارته عالية، هبدأ احطها. وبعد كده انا جهزت طبق وعليه منديل عشان اصفيه عليها، وبعد ما اخلص هوريكم هي بقى شكلها النهائي. جربوها مش هتندموا بجد.